مساء الفل عليكم. النهارده هنتكلم عن اكتر عدسه المصورين في العالم بيحبوها، العدسه الخمسين. بس قبل ما نتكلم عن العدسه، يا ريت تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكوا تنبيهات بكل جديد انا بنزله. تقدروا تعملوا فولو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام عشان نتواصل مع بعض. يلا بينا. احنا كمصورين مش بنختار دايما الظروف اللي بنصور فيها، فبالتالي احيانا بنصور في ظروف الاضاءه بتاعتها تكون ضعيفه جدا جدا، وبنضطر ان احنا نلجأ ان احنا نعلي الايزو او نبطئ الشاتر سبيد، وفي الحالتين النتيجه بتبقى احيانا وحشه، ببساطه لان الايزو لما بيعلى بيخلي الكواليتي بتاعت الصوره وحشه، والشاتر سبيد لما بيبطئ بيخلي الصوره مهزوزه لو مش ماسكين الكاميرا كويسه او لو الهدف اللي احنا بنصوره متحرك. فبنضطر نلجأ ان احنا نستعمل عدسه يكون الفتحه بتاعتها 1.8 او 1.4 او 1.2. عدسه من اهم العدسات اللي بنستعملها في الحاله دي هي العدسه ال50. العدسه ال50 ال1.8 بنلاقي ان سعرها بيتراوح من $80 ل $200 على حسب الماركه بتاعتها وعلى حسب الموديل وعلى حسب لو كانون ولا نيكون او لو حاجه معموله شركه تانية عاملاها لشركه كانون او نيكون. عدسة 50 فيها ميزة مش موجودة في أي عدسة في السعر بتاعها، هي إن هي 1.8 وفي منها الـ 1.4 و 1.2. طبعا الـ 1.2 غالية جدا، ولكن كل العدسات دي بتتيح لك أنت بتصور في إضاءة ضعيفة جدا وبتطلع صورة هايلة جدا. ميزة العدسة الـ 1.2 أو الـ 1.4 أو حتى الـ 1.8 إن هي بتدخل نسبة إضاءة قوية جدا للعدسة، فبالتالي السنسور بيبقى شايف الصورة بوضوح، وبالتالي ما بيلجأش إن هو يعلي الأيزو أو إن إحنا نبطئ الشاتر سبيد فتطلع الصورة مهزوزة. وبما اننا بنستخدم عدسه الفتحه بتاعتها واسعه، فبالتالي كميه الاضاءه اللي داخله للكاميرا كتير، فنقدر في الحاله دي نسرع الشاتر سبيد بتاع الكاميرا، ونقدر نلتقط صور لحاجات متحركه، ونقدر نعملها فريز فريم زي ما بنشوف في الصور اللي طالعه قدامكم على الشاشه. ميزه كمان من مميزات الفتحه ال 1.8 هي ان بتدينا ديبث اوف فيلد عالي، او بمعنى اصح هي ان السبجكت القريب من الكاميرا او اللي احنا عاملين عليه فوكس بيكون واضح، والخلفيه بتكون ضبابيه او مش واضحه. ميزة كمان مهمة جدا من مميزات العدسة ال 50 هنا هي فيكسد لينز او عدسة ثابتة ما فيهاش زوم، يعني مش رينج ما بين رقم ورقم، فبالتالي الحركة دي بتكون بتقلل الكواليتي بتاعت الصورة بسبب الاهتزاز بتاع العدسة، ولكن هي بتطلع صورة شارب جدا والنتيجة بتاعتها بتبقى هايلة. بسبب ان كميه الاضاءه اللي داخله للكاميرا كتير من خلال العدسه، ده بيسهل مهمه الاوتو فوكس، بيخليك تلتقط الصور بسرعه، ولو في حدث سريع انت عايز تلحقه تقدر تلحقه. العدسة اللي نقدر نعتبرها وايد انجل لينز، ونقدر نعتبرها تيليفوتو لينز، هي عدسة برايم. والعدسة البرايم ميزتها ان هي شبه عين الانسان لو استخدمتها على فول فريم كاميرا، يعني بالظبط نفس الصورة اللي انت هتبقى شايفها بعينك لو استعملتها على الكاميرا دي بتكون هي هيها اللي موجود على الكاميرا. وبالتالي نقدر نقول ان العدسة دي مش وايد انجل لينز ولا تيليفوتو لينز، ولا بتوسع الصورة ولا بتقرب الصورة، هي بالظبط اللي عينك شايفاه هيطلع على الكاميرا في حالة بس الفول فريم كاميرا. في حين انت لو ركبت العدسة الخمسين على الكاميرا الكروب سنسور هتلاقيها اضيق بكتير. لو بتصور بالليل تقدر تستخدم العدسة دي ان انت تطلع بوكيه شكله جميل جدا، تقدر تستخدمه كمان في الويدنج في الايفنتس ويخلي الصور شكلها جميل جدا زي ما هتشوف في الصور اللي جاية دي. من التريكس اللذيذة جدا اللي بيعملوها المصورين ان هم بيمسكوا العدسة بالمقلوب قدام الكاميرا وبيستخدموها كماكرو لينز، ولكن انا منصحش بحاجة زي كده رغم ان هي بتطلع نتائج هايلة، لان حاجة زي كده ممكن تعرض السنسور بتاع الكاميرا بتاعك لان هو يتلف او يدخل جواه تراب، ممكن كمان تعرض العدسة بتاعتك ان هي تتخلش. وفي رأيي الشخصي من اجمل الحالات اللي ممكن تصور فيها كلوز اب شوتس وبورتريتس هيكون بالعدسة الخمسين، بتطلع شكل الناس جميل، وبتتيح ليك ان انت تعمل ديبث اوف فيلد وراهم بيجمل شكل الصورة، وبتقدر كمان تستخدمها في النايت فوتوغرافي بتطلع اضاءة كويسة في حين ان بالليل بتكون اضاءة ضعيفة، وكمان بتنفع جدا في السيلواتس بتطلع صور شارب جدا وبتخلي النتيجة هايلة وممتازة في الترافل فوتوغرافي اثناء السفر، بتطلع السبجكت اللي انت عايز تصوره هو اللي عليه الفوكس والخلفية بتاعته بتكون بلوري. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا سبسكرايب على القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكوا تنبيهات بكل جديد انا بنزله. تقدروا تعملوا فولو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام.